بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تنتمنى اللي تيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة. تنشكر الناس اللي تدعموا هذه القناة من بعيد ومن قريب، تنشكرهم بزاف على التعليقات الزوينة اللي تيخليو في حقي. إن شاء الله بحول الله وقوته بغيت نهضر على البنات اللي عندهم مس او عارض او تقاف او خمول في الذات، او ان شاء الله بحول الله وقوته تيتصلوا بزاف البنات تتقولك انا ما خليت ما درت، ولكن عندي مشكل ان التوصفه ما تتنجح معايا. خاصنا نعرفوا هذاك الوصفه اللي ما نجحتش معاك، علاش نتيا بالضبط ما نجحتش معاك، على اساس ان عندك عارض او مس او سحر او عين، هما اللي واقفين لك في الامور ديالك وواقفين لك في تعسير الامور، حتى الوصفه ما تنجحش معاك. نحاول ان شاء الله بحول الله نخدم معكم هذا الشهر شهر كامل، نخدم مع البنات والولاد والامهات والخواتات والحبابات بحالكم. قررت انني ما نحط وصفه ديال القبول حتى نطهر نفوسنا اولا من الاسحار ومن بزاف الحويج، عاد نبداو نعالجو بحويج اخرين. نحاولوا نديروا واحد الامور مكثفه باش نتخلصوا من هاد العوارض ان شاء الله بحول الله وقوته. غادي نحط لكم، لا نحط لكم تيلا حطيت شي وصفه خارجه على نطاق الرقيه. غادي نحاول اولا نخدم معكم انتوما البنات اللي مصلحات معهم حتى حاجه، والبنات اللي عندهم مشاكل ديال العوارض. ان شاء الله كاينين كتب وكاينين عندي بزاف الحوايج اللي غادي نحطهم لكم ان شاء الله، وغادي نتعاونوا ان شاء الله وغادي نحطوا هاد الوصفات. ولكن حاولوا انتوما تبداو وتجربوا، ان القران ما فيش تجربه. نحاولوا ان شاء الله وغادي نحط لكم وصفات بسيطه باش ما يتقالش عليكم الحمل، وتحاولوا من لا شيء ديروا شيء، وتحاولوا تطهروا نفوسكم على حسب انكم نتوما خاصكم تواصلوا الحياه. اللي محبوسه على الزواج خاصها تتزوج، المراه المطلقه خاصها ترجع لراجلها. نصلحوا الاحوال ديالنا، نصلحوا حال وليداتنا، نصلحوا حال ريوسنا، نحيدوا الخمول، نحيدوا الغمه من الدار، نحيدوا تعسير الرزق. كل شيء هادشي من عوارض. كاين المراه عندها عارض، الراجل عنده عارض، الولاد عندهم عارض، الولاد بعادين على ذكر الله، ما كاينش ايمان، ما كاينش قران، ما كاينش كل واحد هايم في حاله. اذا اليوم غادي نحط واحد الوصفه، ماشي وصفه، هي من القران، صيغه من القران على التقاف كيف يتم التقاف بدون كيف تحيدي التقاف، كيفاش تحيدي التقاف بلا ما تلجئي لشي حويج ديال الشعوذة او اللجوء الى مشعوذ او هذاك، باش ما تلجئي لتا واحد. تحاولي تحيدي الامور ديالك بلا ما تلتجئي لتا شي حد، رقي نفسك بنفسك. اللجوء، الناس اللي تيحسوا بريوسهم متقفين، كاينه الام اللي تتقف بنتها باش بنتها تبقى محافظه على نفسها تنهار الزواج، ولكن التقاف من تتقف بنتها تتعرفش بان التقاف تيركبوا
من تيقدام هذاك الثقاف تيولي راكبو شيطان او جن، تيولي مالك هذيك البنت. هي دار الطقوس مغرب، دار الطقوس، دار الطقوس على اساس انها خاصة تحافظ على بنتها، خاصة تحافظ على بنتها، ولكن ما عرفتش بان اداتها الدريه غيولي عندها تعسير الزواج، يولي عندها تعسير الزواج، يولي عندها بعيد داك الزواج، وهي راه تقفاتها على اساس انها خاصها تحافظ عليها باش ما البنت تبقى موصونه وتكون تكون زعما ما حتى حد ما يسيء ليها، وتا واحد ما يضحك عليها، وتا واحد ما يتجرأ يقرب ليها، وتا الا قرب ليها ما غاديش يكون اتصال لان عندها تقاف، لان هي متقفه. ولو انها دير اي حاجه مع اي شخص، ولكن هي راه الجسد ديالها نصف الجسد ديالها التحتاني كله مثقف، لان عندها واحد الجن اللي حاضي هذاك الثقاف، هي راه مثقفه. هذه حصلت معنا في واحد البنت من العائله كان عندها ثقاف، وامها اللي كانت مثقفه على اساس انها باش ما يضحك عليها التحد، ولكن من بقاو عليها الناس، وصلت لواحد السن كبيره في السن، وصلت الاربعينات وتزوجت. الوقت اللي حيدات ولا تزوجت البنت، الوقت اللي بقاو عليها الناس يقولوا لها خاصك تحيدي البنت كداك تقع باش تخرج تزوج، مشات حلاتها بطريقتها هي، كيفاش دارت ليها الله اعلم، الله اعلم كيفاش تقفاتها. المهم داتها لواحد المكان وعوماتها بطقوس، طقوسها هي حلات لها داك الثقاف. فعلا دابا هي راه الحمد لله تخطبات، وراه غادي تتزوج ان شاء الله، ما تكونوا نتوما ان شاء الله. ولكن المراه اللي تتثقف راجلها عاوتاني، المراه اللي تتثقف راجلها على اساس انه يبقى لها بوحدها، ولكن هي ما عرفاش بانها راه في يوم من الايام غيتثقفت عليها، ما يبقاش عندهم اتصال العادي بين المرأة والراجل، تولي هو مثقف عليها، ولو يتفارق معها ما يقدر لا يتزوج، ما يقدر يدير حتى حاجة. وفي نفس الوقت دات هي إثم ودات وزر. إذا احنا نحاولوا نطهروا نفوسنا، ونحاولوا ما نلتجئوش لشي حاجة اللي ما فاهمينهاش، ما نلتجئوش لشي حاجة اللي ما عارفينهاش، ما ندخلش لا في طلاسم، ما ندخل في أمور اللي غادي أنها غدرني في حياتي، ما نحاولش ندخل لشي حاجة نسد قفل ولا نحل قفل، لا أنا ضد هذاك الشيء. أو شيء ناخد شي حاجة فيها طلاسم ونكتبها ونقرأ، ضد هذاك الشيء، تيكون جن أو تولي عندها، تولي تدخل جن عاشق، تولي مملكها بلا ما تعرف هي ملكها. اذا وقع لها تقاف من الجن. اذا اليوم غادي نحط لكم، تنعطيكم نصائح، لانكم ولو ما نشوفكمش اعزاز عليا، وبغيت نخدم معكم لوجه الله تعالى، وغادي نتعب وغادي نحاول انني نحط وصفات رحمانيه باش نعالج البنات ان شاء الله بحول الله. هذا عهد مني لكم، لان لقيت بزاف التعليقات ما كاينش ايجابيات. اذا نخدمو بشي حاجة رحمانية، شي حاجة دي فيها الرحمة من الله سبحانه وتعالى. إذا أرجوكم التزموا بالصلاة وبالاستغفار، والتزموا بقول الله تعالى، ونحاول ندير هاد الوصفات باش نحيد عليا كاع الصداع كله، ما نقرب لا القبول دابا، ما نقرب لتا حاجة، تنطهر نفسي، تنحيد الجسد ديالي، نحيد أشنو عندي الداخل، شنو عندي انا الداخل، اش عندي انا ذاتي ما صافياش، اي عرض غادي يوقف لك يخسر لك.
فغاديش يزيد بك لقدام، هو باغي يخسر لك باش يتبقى ليه بوحدو بوحدو. اذا تقاف نبعدو عليه، مرا ولا بنت ولا ام اللي بغيت تقاف بنتها باش انها ما يضحكوش عليها، ولكن هي راه اصلا اصلا ساءت لها وخلاتها تعيش في واحد المدى طويل بدون زواج. اذا غادي نعطيكم اليوم وصفة اليوم ان شاء الله بحول الله تعالى، وغادي نخدم معكم هاد الشهر الكريم، نخدم معكم في الرقية الشرعية لتطهير البدن، كيف تطهر بدنك من أسحار ومن بزاف الحوايج. اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم آية من سورة الشعراء، ولكن داوموا عليها، غنعطيكم داوموا عليها 11 يوم، غتلقاو واحد التحسن، وديك الساعة غادي نحط وصفات رحمانية، وغادي ان شاء الله غادي ان شاء الله بحول الله تعالى غادي تلقاو على واحد الراحة والسكينة ان شاء الله بحول الله. ما نسيتش الناس اللي معرضين وعندهم العيا والتعب وبزاف الحوايج، والله العظيم تيبقى في الحال، لان بنادم محن. اذا نحاول ان شاء الله بحول الله وقوته نحاول ناخذ اوراق الغار او اوراق الغار، ولا تيقول اوراق الغار ولا اوراق سيدنا موسى، ناخذ 7 الورقات نغسلهم مزيان في الليل في الليل في الليل، نقرا عليهم في الليل، نحاول ناخذ 7 ورقات من ورق الغار يكونوا كاملات، ناخذ 7 ورقات نحاول ان نرقدهم نغسلهم مزيان نغسلهم مزيان، ونحاول نقرا عليهم 7 المرات الفاتحة الكتاب، 7 المرات 7 المرات نقرا الفاتحة الكتاب وآية الكرسي 7 المرات، ونقرا هاد الآية من سورة الشعراء آية 38، الآية 38 حتى إلى 48، الآية 38 من 38 إلى 48 سورة الشعراء، الآية 38 إلى 48. غنقرأ هذه الآية إن شاء الله بحول الله، نقرأها على هذا الماء ليلة في الليل، ونغطيها في المكان اللي أنا فيه، نقرأ عليها في الليل. اولا من غادي تقراي غتحسي براسك انك الا قريتي هذا تحسي بالخوف، غتحسي بالرجفه، غتحسي عارفه عندك مس صباح على الريق نشرب هاد اوراق الرند، هاد اوراق الرند نحاول نشربهم، هاد اوراق الرند اللي شربت ماهم غادي نهزهم هكا، لان مقري عليهم القران ما غادي نلوحهمش، غنديرهم فوق البوطه فوق نديرهم فوق الغاز، فوق الغاز، ونخليهم يطلقوا هذاك الصباح اللي نط بكري وطلق هذاك الصباح بكري، وبقري عليهم هاد الايات، غادي نحطهم فوق بوطه او فحم او صباح، ونطلقهم تلقهم غيطلقوا واحد الريحه زوينه وفيهم قران، وغادي تشوفي الشرح ديال الصدر ان شاء الله. نحاول هادو نحاول الا كنت خدامه نطلقهم، انا شربت الماء ديالهم، وغادي نحطهم فوق البوطه او الغاز او فوق فحم او بخاره ديال الضو، ونخليهم يطلقوا هذاك الشيء، ناخذوا بخاره ديال الضو لانها رخيصه ما غاليهش، ونولي صباحا كل صباح ندير، حيت غادي تاخذوا 11 يوم ان شاء الله، ونخليهم نقرا عليهم، ولكن نحرقهم فوق البوطه او فوق الغاز ان شاء الله بحول الله تعالى، ونطلق هذيك مده 11 يوم حتى غادي يحيد السحر اللي كان في الدار حتى في المنزل، طهروا حتى المنازل ديالكم
بهاد اوراق الغار اللي مقري عليهم في الليل، ومورا العشاء نقرا عليهم، الا كنت خدامه ولا في العمل الصباح نشرب الماء ونتبخر، ولو ما تبخريش بهم غتلقاهم في المنزل، وغتحاولي انك غتشمي هذيك الريحه، غتشوفي الا عندك شي عوارض غيبيو مشيو. اذا نخرج من المنزل نصدق ولو شيء قليل، ولو درهم ديك مده 11 يوم نصدق ولو درهم، نصدق الصدقه، نتداوي بالصدقه ان شاء الله. غادي يكونوا فيديوهات طوال، ولكن فيهم فائده ان شاء الله، فيهم فائده لكم ورحمه للوالدين ليا. اذا نحاولوا ان شاء الله نطهروا نفوسنا بالقران اولا، ونداوموا على قراءه القران، ونداوموا على الصلاه، ونداوموا على ذكر الله، وان شاء الله غيكون عندكم واحد الخير كبير، وعندي انا اجر كبير معكم. ما بقى لي غير نقول لكم دعموا القناه وفعلوا الجرس وتابونوا عندي ان شاء الله بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.